ما في داعي تروحي، أهو تقربت تغلي، وبعدين أنا رح روح. ليش هيك عملتي ميزتي؟ بدي أعرف ليش هيك عملتي لو سمحتي. آسفة بس ما تعذب حالك، أنا متعودة أعمل كل شي لحالي عادي. صار لك شيء؟ شكرا. العفو. ميستي، في شي بدي إلك إياه لو سمحتي. لازم تعطي إخواتك شوية حرية. يا ميستي، ما فينك تحكمي على الأمور بهالطريقة. صحيح أنا معك إنه غلط يدخن أنش بهالعمر، بس طريقتك كانت غلط من البداية. هلأ إذا بده يدخن فراح يدخن ورا ظهرك، وهالشي مو ذنبه. هذا الولد من حقه يعيش مراهقته. بعدين ما بتعرفي انه الممنوع مرغوب، وخصوصي بهيك عمر يا ميستي؟ مثله مثل غيره، كلهم بهذا العمر بيحبوا يجربوا كل شيء. ومو بس انش هيك، اي ولد بمحله لو صحت له الفرصه فرح يعمل نفس الشيء. ما وقفت القصه عليه، انا هيك وفير كمان، شغله طبيعيه. وطبعا اللي صار مبارح مع باري كان غلط كبير، واللي انت عملتيه كمان كان غلط كبير تماما مثله. هي كانت عم تحل المشكلة، طلبت منه انه يطلعوا برات البيت لتحلها معه، وهي كانت رح تحلها على الأغلب. بس لما عرفتي انت بكل شي صار، كيف تصرفتي؟ ميستي، أنا بتفهم حرصك كله، لأنه كل أخ وأخت بيحسوا حالهم مسؤولين عن أخواتهم الصغار مشان يحموهم من مشاكلهم ويوقفوا جنبهم. ميستي باري ما عادت صغيرة، لازم تعطيها فرصة لتحل مشاكلها وتواجهها وتتعلم من أخطائها. لو سمحتي جاوبيني، أنت فيكي تكوني مع الكل بكل مكان وبأي وقت،
فيك تكوني لفترة معينة وبعدين شو؟ انتي بعدين رح تتزوجي وتبعدي عن الكل. ميستي اعطيهم الفرصة ليحلوا مشاكل حياتهم اليومية لحالهم، وفي حال ما قدروا يحلوا هاي المشاكل فوقتها رح يجوا لعندك، لأنه العيلة هي الملجأ الأخير. وإذا أنت ما عطيتيهم فرصة فكيف رح تعرفي إذا رح يقدروا يحلوا مشاكلهم ويصير عندهم خبرة؟ رح تتفاجئي وتنبصي لأنه صاروا يعتمدوا على حالهم. ليكي أنا آسف، بعرف أنه مو من حقي أحكي كل هالشي، بس ميستي أنا كمان غلطان، كنت غلطان لما دخنت بوجود أنش، بحياتي ما شفت مثلك، واحد جبان واستسلامي هيك، اللي حدا بيضيع حبه من بين ايديه. طيب شو اعمل؟ خالتي انا لما بلشت حب باري ما توقعت انها تحبني ابدا، ولا حتى تخيلت هالشي يصير بيني وبين حالي، لانه حظي السيء بالحب ما بيخلي حبي يشوف الضوء. بس هالشي مو زنبة، اليوم كمان رح أتحمل كل هالوجع لأني ما بتحمل شوف باري عم تتوجع. مستحيل اتخيل هيك شي، هي بتحب روهان وهيك منيح. يمكن نحنا مكتب لنا أنه نضل رفقات وبس. واضح أنك بتحبها كتير، لأنك تقبلت الخسارة بسهولة. بس لأنها قالت إنها ما بتحبك استسلمت؟ معقول تتركها وتروح؟ لك حتى ما حاولت تمنعها. أنت بتعرف إنه جيل هالأيام بيحبوا يصنعوا قدرهم بإيدهم ويعيشوا متعة هالشي، وأنت قاعد لي هون مهزوم وخسران، وكأنه الحياة أخذت كل شي منك. لا، والأهم من كل هاد، شو بيعرفك إذا روهان بيحبها ولا لا؟ شوفي بصراحة ما كتير بيهمني إذا بيحبها أو لا. ايه طبعاً بيهمك يا غبي، سمعت حكيكم. باري ما بتعرف إذا كان روهان بيحبها، وهي الشغلة عن جد كتير مهمة، لأنه إذا روهان ما كان عم يحس بشي تجاهها ممتاز. رح أعرفكن على المشروع يلي أنا عملته، قسمته لقسم للمنتجات وواحد للمبيعات. لازم نتناقش بهالشي، خلونا نبلش. صباح الخير مدام. صباح النور. الأستاذ عنده اجتماع، ارتاحي لو سمحتي. هلأ بدق له وبقول له أنه حضرتك اجيتي. عن إذنكم أنا بالاجتماع جودي، لو سمحتي لا تزعجيني مرة تانية. أسفة أستاذ، بس المدام ميستي اجت. ماشي لكان، رح حاول خلص الاجتماع بأسرع وقت. ميسي قلقت علي، كان لازم رد على اتصالاتها. هي اعتذرت عن غلطتها، ليش أنا عم كبر الموضوع؟ بعتقد إنها جاية لتشرح لي اللي صار. لو إني سمعتها من الأول ورديت عليها كانت انحلت. جودي خليها تقعد ما تطول. أي يا أساتذي، يلا كملوا. اسمعني، أنا لو كنت شايفة إنهن هن فعلا بيحبوا بعضهم كنت قلت لك فوراً
تها ابني، انت لازم تنساها، وبكرة أكيد رح تلاقي بنت أحسن منها. بس القصة مو هيك. اسمعني منيح، الموضوع لساته بإيدك ابني، عم تفهم شو عم قول؟ ما بعرف خالتي. طيب ساعديني شوي، شو لازم أعمل؟ انت لازم تفرض حالك قدامها. تعرف شو؟ تعرف ليش انجذبت باري لروهان؟ لأنه كل البنات بيحبوا الشاب المستقل ويلي عنده شخصية مستقلة ويلي قراره من رأسه، وبيحبوا الشاب يلي بيهتم فيهم وبيقلق عليهم. تعرف انت ما ورجيت لباري حبك ومشاعرك واهتمامك. انت ساعدت باري بشغلة صح؟ اه؟ بس شو عملت لشغلك؟ ولا شي صح؟ بقى لازم انت تكون مستقل وتلاقي شغل منيح حتى تقدر هي تعتمد عليك. خالتي انت بتجنني. عن جد معك حق، انا ما رح اقبل بهالهزيمة، ورح حاول اثبت حالي قدامها، ورح اعمل كل جهدي لحتى استرجع باري. ما حاستسلم. هاد ابني اللي بعرفه، هاد ابني. ماشي، صفقة ممتازة، معناتها نحن رح نوقع العقد. استاذ هاي الخطة الأولى بس، ونحن لازم نناقش لسه ثلاث خطط تانية بهالاجتماع. مظبوط استاذ. ماشي طيب كفو. ممكن ترجعي تذكري اني ناطرته هون لو سمحتي، لانه يبدو انه هو مشغول كتير اليوم. اسفه مدام، بس الاستاذ قال لي ما ارجع ازعجه مره تانية. فير انا اجيت حتى اشوفك، بس يبدو انت ما بدك تشوفني. انا رايحه، رح انطرك بالبيت. عن إذنكم أستاذ فير، كيف بتحب تكون إدارة الشغل؟ عندك استراتيجية معينة؟ منحكي بهذا الموضوع. عن إذنكم يا جماعة. ماشي أستاذ. ميسي، ميسي أستاذ، الأستاذ غاسوال عم بيقول إنه ننهي الاجتماع. طيب جاي. أوكي أستاذ. أنا كان لازم رد عليها، أكيد هي بتكون انزعجت كتير. أنا ما حكيت معها كل اليوم، بتكون متضايقة. أرناف، شوف مين على الباب، أنا ما فيني أقوم، صرت بآخر مرحلة. خالتي. خالتي. إيه؟ باري إجت، لو سمحتي قلي لأني ماني بالبيت. هاي رفيقتك بدك اكذب عليها؟ مستحيل. يلا حبيبي قوم افتح وخليك رجال، انت لازم تواجهها. لأمتى بدك تضل عم تتجاهلها؟ لك معك حق، انا فعلا رجال، بس عندي مشاعر، ما فيك تعملي هيك كرمالي. طيب ما فيك تكذبي على باري بس. خلص ابني يلا قوم. خالتي انت قومي شوفي، انا رايح على غرفتي. لك ارناف، ارناف، لك شو عم تعمل انت؟
باري؟ مرحبا عمتي. شو أرناف مانو بالبيت؟ هو بنتي هو 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 يعني هو هو شو هو عمتي؟ يمكن تحت. ايه بس ليش متلبكة هيك؟ أنا؟ لا لا أنا بس لأنه كنت عم شوف فيلم وبتأتقوا فيه كتير. أنتي لازم تشوفي البطل كتير ظريف وكتير حلو لهيك كنت عم حاول قلده شوفي حلو. هلأ مو وقت الفيلم. طيب هو ما قالك إمتى رح يرجع على البيت أو وين رايح وإذا مطول؟ بعدين أنا دقيت له كتير على الموبايل بس هو ما عم بيرد علي. لا بنتي هو ما قال لي شيء قبل ما يطلع. يمكن عنده شغل تحت. مو مشكلة عمتي برجع بعدين. باي. هالمسكينة هي كتير متوترة. ابني أرناف أنا بتفهم الشيء اللي أنت عم تمر فيه بس ابني إني أكذب على باري هالشي غلط. أنت مو ضعيف ابني عم تفهم؟ أنت قوي كتير بعدين هي مو نهاية العالم. أنت لازم تكون قوي. باري؟ أنتي منيحة؟ تيتا وين ميستي؟ كل اليوم وأنا بدي أقلها بس هي ما عم بترد علي. اليوم كان في اجتماع كتير مهم بس الغريب إنها ما اهتمت ولا حتى سألت لحتى تعرف إذا زبطوا الزباين الجدد. لا وكانت أكلي هم هالاجتماع بعيد ميلادها بس غريب. ليكي باري اختك كتير عم تعاني هاي الفترة والمسكيني مو مبين عليها هالشي. تيتا اختي ميستي كتير قوية بعدين فترة وبتمرق وانا متأكدة انها رح تطلع منا لا تخافي بعدين نحنا معه وما رح نتركها. لا باري ما بيكفي نحنا نكون معه. فير اللي لازم يكون معه واضح انه بهاي الفترة فير زعلان منه ومكبر القصة كتير من مبارح وهي عم تتصل فيه بس هو ما عم يرد عليها. لا تخافي تيتا كل شي رح يكون منيح. باري فهميني كيف كل شي رح يكون منيح كيف بس إذا ما نن عم يحكوا مع بعض كيف رح تتحسن الأمور وتنحل القصة. تيتا أنا بحكي مع ميستي اليوم ما قالت لك وين رايحة؟ سألتها وهي طالعة الصبح بس ما ردت علي. إلا كان عقلها مو معه. المشكلة اللي بين ميستي وفير ما كانت لازم تكبر لأنه روهان كان السبب فيها. لهيك أنا عم فكر أني لازم روح وأحكي مع روهان وإذا روهان حكى مع فير بالموضوع بظن أنه رح تنحل. إيه صح بلكي بيساعدهم. روهان شاب كتير واعي فهمان وأكيد رح يحل الموضوع خصوصي أنه رفيق فير وبيعرفه كتير منيح وبلكي بعدين بيلين له قلبه على ميستي شوي. ليك روهان بعرف انه مو ظابطة احكي هالحكي خصوصي بعد اللي صار مبارح بس صدقني انا مربطة وماني عرفانة شو لازم ساوي. ميستي متوترة كتير
وإذا فينا نحل هالموضوع ونصالحهم فليش لا؟ فيري رفيقك المقرب، إذا حكيت معه وفهمته اللي صار من وجهة نظر تانية وحاولت إنك تقنعه يمكن يتفهم القصة. باري أنا عم بفهم عليك منيح، وهذا الموضوع بخصهم هنن وبس. شو اللي رح أقول له يا لفير؟ أنا شو دخلني؟ وافترضي إني وافقت أدخل بيناتهم وساعدهم، إذا أنت بتضمنيها فأنا ما بضمن ردة فعل أختك أبداً. بس أنت يا روهان دخلت بيناتهم ومشي الحال، يعني قصدي إنه المشكلة اللي صارت مبارح وكيف ميستي حكيت معك بطريقة مو منيحة، لهذا السبب فير زعل منها كتير وما عم يحكي معه. شو المطلوب إني أعمل؟ روهان أنت هلأ قلت لي إنه أنت وميستي ما في بيناتكن أي مشكلة مو هيك، وكمان قلت لتيتا إنك متفهم الموقف كله منيح، وأنت بتعرف ليش هي حكيت معك وليش تصرفت بهالطريقة. صدقني روهان، رجاءً صدقني، أنا بعرف ميستي ما عندها نوايا سيئة. إذا أنت مو مزعوج من ميستي وإذا ما عندك أي مشكلة معها، بترجاك روح وإحكي مع فير. إذا أنت حكيت معه كل الأمور رح تتحسن وحياة ميستي رح ترجع مثل قبل. تعرف روهان؟ تعرف إنه علاقة ميستي وفير ما كانت هيك، تغيرت كتير بعد اللي صار. بالنسبة لميستي العلاقات كتير مهمة، ولحتى تحمي علاقتها ممكن تعمل أي شيء. هي بحياتها ما راضت حدا بهالطريقة، لأنه أختي ميستي بنت كتير قوية وهي بحياتها ما احتاجت لحدا جنبها، دايماً بتعرف شو لازم تعمل وكيف لازم تتصرف. أنا يلي غلطت وهي عم تدفع ثمن غلطي. صدقني هي مثالية، ما في حدا مثلها، ما في حدا بمثالياتها، وأنا قلقانة عليها ما فيني شوفها بهالحالة. روهان أنا بتفهم تماماً إنه أنت ما بدك تحكي مع فير بهالقصة، خلص ما تحكي، بس تعال معي وأنا رح أحكي، بدي بس توافقني على كلامي وما تحكي، بس تعال لو سمحت تعال معي. بترجاك ماشي. شكراً شكراً كتير. خطين زرق، فير سمع التسجيلات تبعي بس ما رد علي. ميستي؟ عمتي؟ شو في حبيبتي؟ انتي منيحة؟ لا تقولي لسه ما تصالحتي مع فير؟ عمتي هلا أنا بحب فير مو هيك؟ فوتي اهدي.
ميستي عملت هيك لأنها كانت خايفة، وروهان تفهم الموضوع لأنه بيعرف إنه ميستي تصرفت بهي الطريقة لسبب. هي في عندها ضغط كتير كبير بالشغل بهالأيام لهيك. ليش عم بتبرري لها؟ ميستي إجت لتشوفني وأنا كان بدي شوفها كمان، بس ليش لما إجيت راحت؟ قصدي صارت هاي المشاكل وبتعرف إني معصب وكان عندي اجتماع لهيك تأخرت، بس هي عصبت ومشيت. حتى السكرتيرة قالت لها تضل وتنطرني شوي، بس هي راحت. معك حق تعصب منها، بس فكر فيها شوي. هي ضلت كل الليل عم بتدقلك، لو رديت عليها كانت وضحت لك سوء التفاهم اللي صار، بس أنت ما رجعت اتصلت. باري، أنا ما قدرت اتجاهل اللي عملته، بس بالحقيقة بعد ما فكرت عرفت إني غلطان. التعصيب عماني، كان لازم رد على اتصاله. فير، بدي منك توعدني بشغلة، سواء كنت أنا أو روهان أو أي حدا، أنت ما رح تتخانق مع ميستي كرمال أي شخص تاني. هي قدمت كل شي عندها كرمال تنجح هاي العلاقة، وصدقني أنت أغلى حدا على قلب ميستي، وهي بحياتها ما حبت حدا قد ما حبتك إلك. بس نحن عائلتها وهي الكبيرة وبتعتبرنا من مسؤولياتها. ضل بس شهرين لعرسكن، ولهيك هي عم بتحاول تجهز كل شي بهالفترة، وعم بتحاول تعمل كذا مشروع كرمال ما نحتاج مصاري أبداً. كل يوم بتضل سهرانة وهي عم بتنظم الشغل. هي عم تتعب كتير هالفترة، انت بتعرف انها عم تعمل 4 اجتماعات باليوم مشان تأمن زباين أكتر ومصاري أكتر، وكمان عم تعبها بتدريبي لتسلمني الشغل وتعلمني كيف لازم اتصرف. هي بس بدها تشوفني واقفة على رجلي ومستقلة، وفوق ضغط الشغل كمان هي عم بتحضر للعرس. تعرف إنها حابة تعمل كل شي لحالة، وكلنا منعرف إنها بتحب كل شي يكون مثالي، لهيك ما عم بتخلي حدا يساعدها. بعدين أنت لازم تتفهم حالتها النفسية، مين رح يتفهم غيرك؟ وصدقني كل يلي قالته لروهان كان كله بس من باب حرصة ومن باب خوف علي أنا وأنش. هي كانت مزعوجة من اللي صار معي ومتضايقة كتير، وبعدين وقت اللي شافت أنش عم بدخن ما ضل براسها عقل وما عاد شافت شي قدامها. يعني مشكلتها مو روهان، الموضوع بيتعلق بعيلتها. صار كتير شغلات بشعة بيوم واحد، وصار كتير أغلاط، وكل هاد بعيد ميلادها. وليك صدقني فير، لو أي حدا تاني كان بدل روهان هي كانت رح تعمل معه نفس الشي. فير، هي كتير مضغوطة بالشغل هلأ، وأنا متأكدة إنه بس تبطل مضغوطة رح ترجع مثل قبل وأحسن. كان لازم تخبرني إنه هي مضغوطة كل هالقد، أنا كيف بدي أعرف؟ روهان، خبرني، أنت مزعوج من ميستي؟ يلا حكي لي بصراحة. اسمع، صح هي مرتي المستقبلية، بس أنت كمان أخي، وإذا واحد منكم بيجرح التاني أنا بتأذى وبنجرح. علاقتي أنا وميسي هي علاقة أبدية، بس أنت أخي وغالي علي، وأنا ما فيني أنهي علاقتي معك بعد الزواج بس لأنك ما بتعجبها لميسي، وكمان ما بدي تكون أنت السبب بالمشاكل بيني وبينها، ما بدي هالشي أبداً. حلو، كلكم فايتين بالدور وعاملين لي فيها دراما. خلصنا بقى القصة، مو محرزة، ما بدك لهالقد. هو صحي ميسي بلغت شوي بردة فعله، بس بعدين اعتذرت مني، البنت اعتذرت وانتهى الموضوع. بعدين فير،
أنا مو مضايقني كلام ميسي قد ما مخوفني الجانب العاطفي اللي طلع عندك هلا. القصة صغيرة، أنتوا ليش عم تكبروها بهالطريقة؟ خلصنا بقى روق، القصة انتهت وخلصت. شباب رجاء روقوا وخلونا نمشي بقى. روهان، أنا وميسي محظوظين لأنكن بحياتنا عن جد. بس نحن ما أننا محظوظين لأنه هون شوب كتير. خلونا نمشي. ميستي، ميستي اهدي بنتي، ما رح يصير شي، كل شي رح يتحسن. خلاص لا تقهري حالك بنتي حبيبتي، انتي غيرتي كتير من حالك كرمال فير، وهلأ جاي عم تسألي إذا كنتي بتحبيه أو لا. ما بعرف عمتي، عمتي أنا ماني مرتاحة أبدا، خايفة وكمان حاسة بشعور غريب. فكرت كتير منيح وخططت لكل شي، وبعدين أنا أخذت قراري بالزواج. أنا بعرف منيح أنه هذا التزام كبير، وكمان بعرف قديش هالقرار جدي ومهم، بس ما بعرف ليش حاسة هلأ أنه كل شي حوالي عم ينهار، وحاسة أنه مو طالع شي بإيدي. أنا ما بدي يكون السبب بأنه أي حدا ينجرح. يا ترى قراري بالزواج من فير كان صح؟ يا ترى أنا بحبه لفير يا عمتي ولا لا؟ ميستي بشو عم تفكري حبيبتي؟ ليكي، بعرف إنه فير مزعوج منك، بس أعطيه شوية وقت، أنا متأكدة إنه هو رح يتفهم وجهة نظرك. هو بيعرفك كتير منيح بنتي، ونحنا كلياتنا منعرفك منيح كمان، ومنعرف إنه أنت ما بتغلطي أبداً، لأنك بتحسبيها منيح وبتفكري ألف مرة قبل ما تاخدي أي قرار. فكيف ممكن إنك تجرحي أو تأذي حدا يا روحي؟ فليش أنت قلقانة هيك؟ أنا بس أنا خايفة لأني بنت أبي. بس كمان أنا بشبه ماما، أنا بشبه أمي أكتر منه. اسمعيني بنتي، ما بدي اياكي تقسي على حالك كتير. الغلط يلي عمله كونان صار من الماضي، انسي هالقصة بنتي، انسي كل الماضي بقى. انتي عم تعتبري حالك بنت ابوكي، بس ما تنسي انك بنت امك كمان، وفي جزء منا جواتك، جزء من مولي. وكمان تذكري إنه إيشان هو يلي رباكي صح؟ إيه؟ معناها ما رح يصير شي غلط. إيه إيه صح، أنا بنت أمي ومشبهة كتير كمان، صح؟ صح. اسمعي ميستي، أنتي بنت كتير قوية، صدقيني انتي قوية كتير، بأوعك تكوني ضعيفة هيك، مفهوم؟ انتي رح تنجحي بأي علاقة وبأي ارتباط، ورح توفي بكل التزاماتك، ورح تعرفي كيف.
أنا كتير كتير آسف، ما كان لازم اتدخل بينك وبين روهان، لأنه أنتوا الاثنين واعيين وفيكن تحلوا مشاكلكم، والقصة أنه الشخص يلي انزعجت كرماله ما عنده أي مشكلة معك. بس بوعدك من هلأ أنا خلاص ما رح اتدخل بينك وبين روهان أبداً. ميس لا تبكي، أنا مو مزعوج منك. صهري هون؟ منيح إنك إجيت، أنت عملت الصح ابني، شكراً. ميستي كانت كتير متوترة لأنكن متخانقين مع بعض. لك ليش واقف برا؟ فوتوا تفضلوا، يلا يلا يا شباب فوتوا. أنا رح روح جبلكن شي بارد لأنه شوب كتير اليوم. هلأ بس تشربوا عصير بارد رح ترطبوا وترتاحوا. يلا عدوا عدوا. روهان تعال اقعد معنا. أنا صار سوء تفاهم كبير بيناتنا، بس هلأ كل شي منيح، وهلأ في موضوع مهم بدي ناقشه معكن. ميسي كنت عم فكر إنه أنت لازم تتركي باري تهتم بأعمال الشركة. بس يا فير ما بدي أسمع ولا شي. باري عملت مشروع كتير ناجح من فترة، معناتها هي جاهزة وفيها تهتم بباقي المشاريع. أنا متفهم إنك قلقان كتير، بعتقد هاد أفضل حل. أنت لازم تعملي هالشي كرمالي، أنا هيك بدي وهاد الأحسن إليك. ميس أنت لساتك معصبة؟ طيب أنا بعتذر منك، بترجاكي سامحيني. ليكي طالع شكلي مثل القرد، وإذا ما سمحتيني أنا رح ضل هيك كل اليوم لو سمحتي. إيه هيك ها؟ خليكي عم تبتسمي، قليلي لشوف، رح تسمعي مني؟ صحيح، بالمناسبة عندك أي مشاكل مع روهان؟ اسمعوا يلي مزعوج يحكي، خلينا نحلها، وبكرة يوم جديد وبداية جديدة، تمام؟ اسمعوا، كلياتنا كبار وواعيين وفينا نحل مشاكلنا بعقل وحكمة. ميسي أنا بعرف روهان منيح، يوم قال إنه ما رح يروح من هون عن عناد، بس أنا كان بدي أسألك إذا عندك أي مشكلة إذا روهان ضل هون. روهان بيقدر يضل عندي. ممتاز، معناتها ما عاد في مشكلة بينك وبين روهان، صح؟ هلأ الأمور رجعت لمجاريها. ميسي ليكي بخصوص موضوع تجهيزات عرسنا حابب روهان وباري رتبوها.